رمل الذويب اليوم لأول مرة منذ تداول صور متاعها هي وحسين الدوس في برنامج فكرة سامي الفهري. تعلق رمل الذويب لأول مرة اليوم حسب مصادرنا المقربة منها، وتدخل في حالة هستيرية وحالة من الغضب بسبب الصورة ذي وبسبب الأسئلة متاع الهادي زعيم اللي اعتبرتهم رملة أسئلة غير محترمين، وعندهم مغزى وعندهم سبب وعنده نية مبيتة باش يعمل البوز على حسابها هي. رملة ذويبي قالت اللي الصور اللي هبطهم الهادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري لها هي والحسين الدوس هم صور مثل غيرهم من الصور اللي التقطتهم في عيد ميلادها، وحسين الدوس كان كي غيره من الضيوف مستدعى وعمل معها صورة لا أكثر ولا أقل. وقالت رملة أيضا اللي عمره ما ربطتها علاقة غرامية أو غير غرامية بحسين الدوس، وهي ما عندهاش معاه علاقة شخصية إلا أنه هو صديق لبعض أصدقائها المشتركين، وهذاك علاش حضر في عيد ميلادها وعملوا اتصاور. وهكا رملة الذويبي تكون قد وجهت مساج قوي ياسر للهادي زعيم وتقول له يا هادي خلينا اصحاب خير متلزني نلتجأ للقانون وللمحاكم. هكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.